تخرج روح لو عنك لحظة خلينا نفديك بحبة عيني. أنا صراحة عند أخوي جهاد يجيب لي أحسن من هاي البارودة. أصلا البارودة اللي بده يجيب لك إياها مش أحسن من بارودتي. ماشي ماشي يا سيد مجد بنشوف. طفتوا تبيني وطل. لخ بيتها لخ انا يمرخا لخ بيتها وين نشوف لخ بيتها انا يمرخا لخ اترك انس دبي دبي وتو ميلانو لخ صار لك شيء؟ لا مع أبوكم شيء ورش بس مزعول البلوزه تاعتي طب وليه ما اخذ العب بالبارده
روزانا روزانا كل هما فيها وش عملتي روزانا؟ أمل لو تعرفي يما كديش فرحتي بزية أنس ومجد، فرحت قد ما الله يعلم. والله يا أمي هو اليوم هيك بتحسي كله فرح بفرح، بكفي تصبحنا في بلال. شو بلال ومش بلال؟ لا تسمعنا معسكر. مين بلال؟ مين أصلا هو هذا بلال؟ الله يرحمك يا أخوي، الله يرحم روحك يا بلال. عاصف من يوم وطالع عاصف. عاصف عاصف، المهم إنه بخير ومليح. تخيلي يما طول الوقت وإحنا نحكي عاصف عمل وعاصف سوى وعاصف راح وعاصف، ويطلع عاصف البطل هو بلال. بطل بطل، الله يحميه. بارك الله بيك يا عمي يا زياد. والله مش عارف كيف بدي أشكرك، بس مش غريبة عنك، تلتين الولد لخاله. الشكر لله، ما عملت إلا واجب عمي. ربك حكيم سبحانه وتعالى، اللي الله يسرك يا زياد عشان تنقذ الولد. صحيح شايف تقدير رب العالمين يا خالي، لو أنك أصريت تظل مع اللحام تشوف على الذبح، شو كان عمل إتمار في الولدين؟ ذبحهم وضحى فيهم. لا سمح الله، هذا يا ثمار بلطجي أزعر، وصلت فيه الحالة عبرت في ساحة البلد، والله ما نحط له حد ليدخل علينا في بيوتنا. وحوارة وترمس عيا يا جماعة أكبر دليل. هي وقفت على حوارة وترمس عيان، ولا حتى على بلدنا تل الصبير، هدول يا جماعة أطماعهم أكبر منيك بكتير. أولا وآخرا الحمد لله رب العالمين على سلامة أولادنا، ولكن اللي صار يا جماعة إنه ناقوس خطر بدك أمام بيوتنا، وهذا الإشي بيستوجب علينا إنه نحافظ على أولادنا وندير بالنا على بلادنا وأرضنا. آخ أنا العقل زبالة إزي كيف يا سليمان؟ طبعاً كلها كويب لعين شلخان مثل ليون بلاستيك. مي أمر لك هالشي زي تليون بلاستيك؟ زي مهابانيم، كل بام أني مكبل هابانيم أف بام لو بقوبي. أتا جبر أتا تصريخ لعمود مول هابانيم. أني تميد عمد مول هابانيم، أف بام لو ايتي بتسوع أف بام. ولك خلصني احكي. بدي احكي بس تيجي مجدلين عشان بديش اضلني اعيد القصة. هيني جيت، انت لو بتعيد القصة الف مرة ما بتتعب، احكي. المستوطن ما كان بس دي يخطف اناس، كان دي يخطفني، ولفيت لفة هيك وركضت ركضت 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 ركضت. وبعد ما ركضت شو صار؟ تخبيت ورا الشجرة. ولك عليتني، وبعديها شو صار؟ بعديها سحبت البارودة وقنصت على عينه وطخيته. لا أخوك شطح زيادة عن اللزوم، والله ما نعرف وين من اللاك الجزية الحقيقية في روايته. ولا راح تلاقيها، ابنك هذا خالص كازو. من ساعة ما طلعت من هان لغاية اللحظة وأنا حاسس حالي محتاج وحدتين دم. هي ليه؟ صار لك شيء؟ ولك نزقتك عجنين نشفت دمي. فكرت صار لك إشي نشفت دمي أنت الثاني. تكلكش، أنا بصير ليش إشي. المهم طمني على الحجة. الحجة بتجنن وبتسلم عليك. المهم إن أنا حضنتها وبست إيدها وهس بقدر أكل الصخر أكل. اعطيني بس مهام يا زلمة. بدناش نأكل الصخر، بدنا نأكل هريسة جنينية. يلا خلينا نروح لخالتك معسكر ونشوف عاصف، خلينا نشوف ترتيبات تبعت الليلة. أجاك. والله يما يا حبيبي أملي بالله كبير إنه يصير صفقة تبادل أسرى وأشوفك عن قريب. دعواتك يما. إذا بفكروا إنهم يمنعوني عن الزيارات بكونوا غلطانين.
أنا كل يوم بشوفك يما في المنام. نسيت أحكي لك إنه دعاء ومجدولين وأم دعاء جايين يزورونا. لا يما حكيتيلي. حكيتيلي كمان إنهم كلهم جايين عيدوا عليك. بس نسيت أحكي لك إنه أختك أمل فاتحة السبيكر وبتنكش راس عليك. كل عام وأنت بخير يا حبيبي. إن شاء الله بإذن الله العيد الجاي بتكون بيناتنا يا رب. الله يجعل كل عام وأنتم بخير. وإن شاء الله العيد الجاي بكون معاكم. أميد إجا أخوك أشرف يمه. أهلاً أهلاً بالغالي. كل عام أنت بألف خير يا رب. حبيبي يا أشرف. نيالك يا عمي. والله نيالك. إنك قدرت تكحل عينيك بشوفة أمي وأختي. عقبالك يا حبيبي. خلي أملك بالله كبير. المهم طمني عنك وعن الشباب اللي جوا معك. كيفكم؟ شو عاملين؟ تفرج عليه بتكون هذا مطلعش منه، بس بعدها بتكتشف انه بطل حقيقي كبت حاله. المهم ما يكونش في كلامه مبالغة وتاخذ فيه مكلم. بالنسبة لأخوي أنس وماجد، تقدر تعرف فين المبالغة لما كل واحد بيحكي عن بطولاته على حدة. يا زلمة أنا بقصد عن زياد. أنا بهمني النتائج والدلائل. يعني مثلا أخوي أنس ما صار لهش إشي رغم إنه بيحكوا الكلب، بينما إتمار مغطي عينه واضح إنه أكلها، وهاي مؤشرات مهمة. عارفين شو المؤشرات الأهم والملفتة بالقصة؟ المؤشرات الأهم هي الأطفال، الأطفال اللي راهن عليهم الاحتلال بينهم راح ينسوا، مستحيل ينسوا. بالضبط. جيل هدول الولدين الصغار ما يكون في عنده مبالغة واستعراض، إلا إنه في له دلالة ثورية بنفوسهم. بالخلاصة يا حبايب، أبو مروان ببارك بتفكيرنا بضم زياد لمجموعتنا وعلى عاتبه الشخصي. بس هاي الثقة السريعة بزياد بتدل على إنه أبو مروان شايفه وعارفه. والله يحلي لك يا أنور، أنت كأنك حمار. هذول ما حدا بيقدر عليهم، وبتقدرش تحط راسك براسهم. بس إذا هم حطوا راسهم في راسك بنسفوه. يعني شو بدك يعني أعمل؟ أتركه يخطف الولدين؟ ولك أنت مجنون؟ بس الحمار اللي بيحكي كلامك، افرض طخ عليك وانت قاعد بتلطش عليه حجار. والله اللي بيسمعك بيصدق، ما انت اللي لطشت عليهم حجار على الالتفافة، محل ما حطوا الحاجز والنقطة العسكرية. أنا؟ وأنا شو دخلني؟ هذا أكيد معزوز الجاسوس هو اللي حكالك. إذا اليوم حكالك، بكرة بيحكي للمخابرات. دير بالك منه يا زياد، دير بالك منيح. هسمع حكيت ليش؟ شو رايك بموضوع زياد؟ والله يا ياسر انا زياد بعرفه منيح، شاب جدع قد حاله. وبعتقد انه قرار ابو مروان قرار استراتيجي. احنا فعلا بحاجه نوسع المجموعه، بس لازم نختار بذكاء وننتقي. فهمتك. ما قلت ليش؟ شو بدك تعمل هس؟ خالصة مروحة تاني الصبر، إلا إذا بدك نتعشى بنروح. لا 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 تسلم، أنا مش جعان. فاطرك. سلام عزلام. والله يا اختي كنت اترجاه يجي على البلد عشان اخطب له وافرح فيه. اذا حاطه في بالك وحده معينه اكسب الوقت وهو موجود هون، وخير البر عاجله، من بكره اخطبي له. والله من حد ما فتتي انت ودعاء ومعكم مجدولين، وانا هالبنت ما راحت من بالي. والله يا حجه اذا بتقدر انك تقنعيها بكون ممنونتك. ليه؟ هو بصح لها؟ بكفي انه ابنك وأخونا بلال. فكرك أحكي معها بالأول ولا مع أشرف؟
ولا أقول لك استني. أمل أمل. حاضر يما، هلأ بقوم بعمل شاي من غير ما تطلبي حتى. بدي أحكي معك بإشي ثاني. شو رأيك تشوفي مجدولين وتجسي نبضة؟ إذا عندها قبول واستعداد تتزوج أشرف. مجدولين؟ طب ماشي، بس مش هلأ. يما صارت حالة طارئة عنا في الشركة، وكنت أحكي هلأ مع المدير وأكد علي إنه خلال 48 ساعة لازم أكون في الكويت. دقة مواعيدك يا عاصف هي اللي سهلت لقائنا لليوم. والله توقعت الأخ أبو مروان يكون معنا في اللقاء. الأخ أبو مروان ببلغ تحياته، رح يوصلك عدد من الأسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة. علم، وأنا بستنى الإشارة منكم. رح توصلك الإشارة بالوقت المناسب، وحتى هذا الوقت بدي منك تطلب من جهاد عدم استخدام سلاح أبوه، لأنه بسهولة ممكن يوصلوا له من خلال الرصاص. حاضر علم. بخصوص إيتمار ومحاولة خطف الطفل أنس، هاي عاصف إلها دلالة عدوانية كبيرة ومش لازم نسكت عنها. إيتمار؟ إيتمار محراك الشر في المنطقة. من شان هيك صار الوقت حتى نخلص منه. شو الدعاء؟ مسامحتيني ولا لسه شايله بقلبك علي؟ بس انت ظلمتيني كتير. عشان اسامحك لازم اعرف ليش زعلانه مني كنت. يعني ضروري؟ طبعا ضروري. يعني صراحه مش عارفه شو بدي احكي لك، يعني اصلا يعني مش ظابطه. شو اللي بزبطش؟ هلا بدي اعرف. كنت فكرتك معجبة بجهاد وبتحبيه. أمل، من كل عقلك أنا وجهاد شو بتهيأ لك؟ ما هو يعني أنا شفتك بالجامعة معه وهو أعطاك الدبلة. لا والأسخم، إجا أنس بعديها وأعطاك رقمه. ليه ما إجيتي سألتيني؟ ما أنا سألتك وقلتي لي قاعدة مع صحباتي. ما هو إجا وما فهمني إشي أصلا، شو أجي أفهمك؟ يعني خلص سامحتيني؟ سامحتك. احكيلي امك شو بدها منك؟ تفضلي يا ستي. قال بدها اياني اسال مجدولين اذا بترضى تتجوز اشرف. جد؟ هو رفيق الرقيق مش على اساس معجب بمجدولين؟ هلا شوفي، رفيق الكل بيعرف انه معجب بمجدولين، بس مجدولين شو مشاعرها تجاهه ما بعرف. صحيح، بدي اسالك، الصبح اخذتي مني رقم معسكر، رحتوا عندها ولا لسه؟ ما حسبت أمالين بالشاي؟ شو بتبرو بين؟ مين بحب مين ومين جاي عند مين؟ شو؟ كنا نحكي عن خالتي معسكر، إنها بتحب بلال، قصدي إنها كانت تحب بلال وكانت تهتم فيي أنا وياه. أنت وياه؟ ليش أنت من أمتى بتعرفي هلا معسكر؟ من زمان، قصدي يعني من أيام ما كنا كاتبين كتابنا أنا وبلال. لما كتبت كتابك أنت وبلال كان بلال بالسجن. صح، بس قصدي قبل كتب كتابنا لما كنا نجهز. يعني قصدها يما هما كانوا حبيبة، كانوا يروحوا يلتقوا عند الخالة معسكر. ضريب انت وياها. يلا هات لي الشاي وتعلم. هو أشقائنا الكويتيين الله يجزيهم الخير، عمرهم ما قصروا ولا رح يقصروا. الأمانة يا أشرف، اتبلغهم سلام أهل القرية وامتناننا العميق. حاضر. بما أني أمين صندوق النادي، أتمنى عليكم يا جماعة نقنع السيد أشرف ندفع ثمن البكلاوة اللي اشتراها للإخوة المتبرعين في الكويت. لا يمكن، مستحيل، اعتبروها مساهمتي بإعمار النادي وتأهيله ليرجع يقدم خدماته الجليلة لأهل البلد وما حولها.
بارك الله فيك يا عمي. ما شاء الله يا جماعة ما شاء الله، رحت أنا وأخوي الدكتور كمال على النادي. شو هذا؟ بلال ملالاة منظف ومقصور، وين لحقتوا تشتغلوها؟ امبارح وانت نايم أبو السعيد. امبارح عيد ومين اللي اشتغلوا من الشباب؟ الشباب إلهم أصحاب من الزبابنة في جنين بيشتغلوا في مجال القصارة والتراشة والدهان، اشتغلوا. إخوتنا المسيحية في الزبابنة أهل كرم وجود وشهامة. أنا كان لي صديق في السجن معاي من الزبابنة، صدقوني يا جماعة الخير مثل السكر. وإن شاء الله بعد العيد بجهود العمة بجهاد رح نقدر نخلص الإجراء القانوني لإدخال المنحة الكويتية لحساب النادي. العافية يا خال، أنا هسا والله طلعت من السجن، هالكلاب رموني في منطقة مقطوعة، في مجال توصلنا لأقرب طريق للمواصلات. من وين أنت يا خيي؟ قرية تل الصبر، قريبة على نابلس. الحمد لله على سلامتك، حياك حياك الله، تفضل اطلع اطلع السيارة. يسعدك. يخلف عليك يا خال، من وين حضرتك؟ أنا من باكة الغربية. طالع مشوار على طول كرم، بس والله والله وحياتك لو انه فيش عندي مواعيد والتزام كان اخذتك على نابلس ووصلتك لنص تل الصبر. لا ولو انا ممنونك وبرضه بديش اغلبك. اذا غلبت شو؟ كل هذا المبلغ مشي حالك فيه. راح اخذهم منك بس هعتبرهم دين، وبدي تعطيني عنوانك عشان ارجع لك اياهم. اذا شو هالحكي هذا؟ احنا بدنا نقدم اشي بسيط لاسرانا. الله حييك وحيي أهل الـ 48 كلهم. الله يسعدك حبيب قلبي، إحنا لبعض بنضل وأهل إن شاء الله على خير يا رب. أنا ما حبيت امبارح أسألك قدام أمي عشان ما تنحرجي منها تاخدي راحتك بالجواب، بس أنا مش عارفة ليش مش أمك هي نفسها سألتني هذا السؤال. لأني أنا بعرف اللي أمي ما بتعرفه. وشو اللي ما بتعرفه أمك؟ شو مالك خوفتيني؟ أنا بعرف، والكلية بتعرف، والجامعة بتعرف، الكل بعرف إنه رفيق بحبك. بس أنا مش عارفة شو علاقة هذا الحكي بسؤال أمك. سيبك من سؤال أمي، سؤالي أنا إلك، انت بتحبيه لرفيق؟ عندك نفس المشاعر لإله؟ اهلين عمي امل. اهلين عمي، كل عام وانت بخير، يسعد مساك. شو يا ابو المجد، مش اتفقنا انك توقف شغل العيد عشان تكون لنا لحالنا؟ غصب عني يابا، الجماعه اتصلوا علي مشان نروح نجيب رفيق من باب السجن، والحمد لله انه طلع على وجه هالعيد. ابرج عمر رفيق، ذكرنا القط اذا ينط. الخبر نساني سؤالك عن رفيق وسؤال أمك. لا يا حبيبتي مش مشكلة، خلص وصلني الجواب، الحمد لله على سلامته. وبيجي عاصف بطير 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 وبنزل على المستوطن الأول وبموته ومن أول بوكس بطيره من القدس. وبيجي عاصف على المستوطن الثاني وبلحمه تلحيم وبنجن الجيش بصيروا تخطخ عليه طخ 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 وما بتأثر. مجد تعال، مجدولين بدها اياك. اسمع بشوفك العصي. ماشي لما ترجع بنلعب عربي يهود. لا بدنا نلعب يهود وعاصف. Thank you.
السلامة يا عمي. كفارة كفارة يا بطل. الله يسلمكم يا عمي، وأنا مين الأهل غيركم؟ عشان هيك أول ما طلعت جيت عندكم مباشرة. ما شاء الله عنك، شغلك ومكانتك في المزرعة محفوظة، ما حدا كان يعرف قديش تتعب إلا زياد. يلا بكرة بتتقسموا الحمل والله بعين. الحمد لله على السلامة يا بطل. الله يسلمك. طمنا عنك، كيف السجن؟ شو أخبار أخونا بلال؟ كيف الشباب؟ طمني، الأمور كلها تمام؟ على مهلك عليه يا زياد، على مهلك عليه. بدك يجاوبك على كل أسئلتك مرة واحدة؟ صح يا خال، معانا وقت طويل. روح يا عمي، روح ارتاح، روح سلم على أمك وطمنها عليك، وبعديها بتقعد أنت وزياد بتتخرفوا طول الليل. يعني أفهم من هالحكي إنه مجدولين ما بدها أشرف؟ لا يما، مش هيك الموضوع. أنا أصلاً ما جبت لها سيرة أشرف لأنه مجدولين مرتبطة. شو؟ مجدولين مرتبطة؟ هي خاطبي وأنا ما معي خبر؟ هلأ سيبك من هذا الموضوع، الأهم من هيك ما بدنا نحكي لأشرف إنه بلال عايش. والله حزنان عليه، خلينا نبرد له قلبه. والله إني حزنان على أشرف وعميد، بس كمان حزنان على أخوك بلال لو كترت الناس اللي بتعرف سره. يما أشرف وعميد إخوته، إخوته يعني مستحيل لو شو ما صار يحكوا سره. وجهة نظر أم عسكر صحيحة، الحرص على سر بلال يعني الحرص على حياته. طبعا يا شباب، أهم إشي في اللقاء امبارح مع القائد أبو مروان ما يتعلق بجهاد. جهاد؟ جهاد يعني أنا؟ بشارة وتحذير، شو بتحب تسمع أول؟ اعطيني بشارة أول، خليه يتعيد. سلامة خيرك، جايين أكم قطعة سلاح من اللي يحبه كلبك. ولك أنا كلبي اللي بيحبك. وأخيراً يا زلمة، وشو بالنسبة للتحذير؟ عاصف، رسالة من أبو مروان. شكله في شي طارق. أبو هاشم، أهلاً أهلاً رفيق. وأنت طالع من السجن؟ والله طلعتي، جاي أشوف خالتي من بلال. إن شاء الله وهم روح عميد من السجن. آمين يا عمي، إن شاء الله فرحتنا فطلعت كل الأسرة. طب خلينا نكسبك الأمانة. عامر يا عمي، حياك الله، أهلاً وسهلا فيك. أهلين، مع السلامة. أهلاً وسهلاً يا رفيق. أول ما طلعت من السجن حبيت أجي أوصل لك سلام عميد. الله يسلمك ويرضى عليك، والله كل همي كان إنك تروح سالم غانم وأطمن على عميد، وهيك طمنتني. الله يفك أسره ويفرحك بخروجه سالم. والله فرحتي ما بتكبر إلا تتحرر هالأرض. أنتوا الوطن وأنتوا الأرض يا خالتي، أنتوا أولادي. بتعرفي يا خالتي، كل الأسرة الموجودين مع عميد في السجن بتعامل مع صورتك الموجودة عنده زي كأنك أنت أمهم. والله كلهم بحبوك يا خالتي، واحنا كلنا بنحبك. والله وانا بحبكم كلكم يا خالتي، بشوف فيكم اولادي بلال واشرف وعميد، وانت يا رفيق بشوف فيك شهامه تحنيط ابو مصطفى. الله يسعدك يا خالتي ويطول بعمرك. الله يرضى عليك. ياسر، احنا بيناتنا فيش اسرار، ومفروض كل شي بيني وبينك يبقى واضح، صح؟ طبعا، احنا اصلا كل اللي بيناتنا اسرار. احكي يا اخويا جهاد، سرك كبير. ياسر، انا بحكي عن السر اللي عندك مش اللي عندي. انا يا زلمة تاع اسرار؟ ما انت كل شي بتعرفه عني. انت بتعرف انه احنا مجموعة بايعنا على الموت، يعني اي قرار واي فكرة واي رأي لازم نقعد ونتناقش فيه. هي مش فاهم عن شو بتحكي؟ وإذا قلت لك قصدي عن الشباب المسلحين اللي بتروح تلتقي فيهم، تفهم عن إيش بحكي؟
أيوة هسا فهمت عليك، كل من الأول يا زلمة. إحنا قاعدين منأسس بمجموعة لحتى نستقطب الشباب، وبنفس الوقت نوسع شغلنا على أساس لما ندخل الجيش نعمل لهم حفلة استقبال. إحنا نعمل نوسع؟ يا زلمة أنت بتحكي عن حالك، هذا الحكي لازم نقعد نتشاور فيه. ماني أنا راح أشاوركم، بس أشكل المجموعة بالأول. يا سيدي الشباب على عيني وراسي، بس أنت متأكد من أمنياتهم؟ بلاش، إحنا لما منوسع الدائرة تكثر الأخطاء، وأي خطأ لا سمح الله منروح فيها وممكن نخسر عاصف. بدي أطلب منك طلب، في مجال؟ تفضل. ما تجيبش سير العاصف، وأهم شيء المعسكر، ما أنت عارف كحدت اللي عم نقرأ. امشي قدامي، امشي. يسلم عمي. عمو مصطفى، انت بتعرف انه والدي متوفى الله يرحمه. الله يرحمه. وانت في مقامي، وبعدين انت اللي مربيني، وبدي اياك تكمل فضلك علي. لا يا ابني، الفضل لله، اطلب وانا حاضر، اعتبره حصل. انا زميل بنت ابو المجد في الجامعة، وبدي اياك تطلب لي اياها. أبشر، والله لو تلف الدنيا كلها ما بتلاقي مثلك. لا ولو يا عمي، أنا لو بلف الدنيا كلها بلكاش مثلها، قصدي بلكاش مثلك. أنا يا ابني، ربنا ما رزقني الخلفة، رزقني أمثالك يا ابني. يا الله. بدك تتأخر يا أبو جهان؟ إن شاء الله لا. أوه، سيادة العميد لابس ومتشيك وآخر قسطة. شو رأيك يا أمك إنك تقدر تروح مع أبوك؟ والله أنا رأيي من رأي أمك. تعال معي بتكسبها، لأن الله بيعلم آخر شوي بجوز تنشغل بشي. ليش يابا؟ وأنت وين رايح؟ بدي أروح أودع أشرف ابن أم بلال، بكرة بدي أطلع للكويت. وبدي اروح عند ابو مصطفى اسلم على رفيق وهنيه بالسلامه بخروجه من السجن. تعال معي. اه يما شو قلت؟ والله يا حبايبي الشباب الليله عاملين حفله نص، بدهم يذبحوا ويضحوا، وانت عارف يابا هاي الحفلات تتعوضش. الله يهدي بالك يابا. ويهديك. جهاد، بتعمل هون؟